السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخيرات والمسرات. صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بدون أي مقدمات مباشرة ادخلوا على وصف الفيديو وادخلوا على القناة، على رابط القناة، قناة الدكتور بشار تقي الدين الحسيني. الحمد لله على السلامة، رجع من جديد بقناة جديدة. نسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يخلف عليه خيرا في قناته اللي راحت. طبعا لما يعرف الدكتور بشار تقي الدين حسين، طبعا هو علم على رأسه نار، ما يحتاجني أعرف عنه، لأنه في الأصل هو كان له دور كبير بعد الله عز وجل في أنه يعني شهر قناتي، فجزاه الله خير. والآن يعني من باب رد الجميل أو جزء من هذا الجميل، أني الآن أعلن عن قناتي الجديدة، لأنه اليوتيوب كلنا نعرف أنه حذف قناته ما شاء الله تبارك الرحمن وصلت إلى الآفاق، اللهم بارك، وصلت أكثر من ثلاثة، يعني قريب من 400,000 مشترك، كلها راحت صفرت والآن عادت من جديد. سبحان الله، أخ فاضل أمس أنا لما وصلت إلى ينبع أرسل لي رسالة يقول لي الشيخ محمد قناة الدكتور رجعت فيها 27 مشترك بس. فبحمد الله الدكتور ما شاء الله نشر عدد من المقاطع، فوصلت القناة تقريبا إلى حاجز 100 مشترك. فأتمنى من الجميع الآن مباشرة يوقف الفيديو هذا وينزل إلى رابط الوصف ويشترك في القناة ويشكره ويتحمد له بالسلامة، وإن شاء الله يكون راجع بقوة بإذن الله تعالى، ونحن بإذن الله حنعينه ونساعده في هذا الأمر، لأنه إن شاء الله إذا شاف منا تفاعل بإذن الله حيقدم محتوى أكثر وأكبر وأفيد لكم. وصراحة نحن الدكتور تعلمنا واستفدنا منه الشيء الكثير، فجزاه الله خير وكتب الله أجره. كان عنده كنوز في قناته للأسف راح أغلبها. إن شاء الله أنه الدكتور يبدأ يعني يسترجع هذه المقاطع وينزلها على قناته، وكلنا حنستفيد منها بإذن الله تعالى. هذا اللي كنت أحببت أني أشارككم فيه. مثل ما ذكرت لكم، لا تخيبوا ظني بالدكتور، أو يعني لا تخيبوا ظني أنه ما تروحوا تشتركوا عند الدكتور، لا، مباشرة نشتركوا، نبغى نشوف يعني خلال يوم واحد تغير لافت بإذن الله تعالى. أسأل الله لكم التوفيق والسداد وللدكتور النجاح في قادم الأيام، وإن شاء الله نشوفه بيننا في المدينة المنورة، مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ونجتمع معاه، ووفق الله الجميع. السلام عليكم.